تكون مرتاح لما الادوات بتاعه الكليه ترخص، لما السلام يبقى بين البشر، لان البشر اختلفوا كتير في المعامله، في الاسلوب، في التربيه، في النشأة نفسها. لما ما اشوفهاش تاني ولا اعرفها بصراحه. أصيل. عشان سرق مني حاجه وانا اتهمته بالسرقه وطلعت معايا. طب تعرف حاجه؟ اول مره اشوفها النهارده اعرفها من ساعه بالظبط. كن مرتاحه لما اتخرج من الكليه. لا والله لما اكل، انا جعان، انا ببص جدا لما باكل. لما اقعد انا واصحابي في شقه واحده ناكل كتير قوي وهنشرب كتير ونخرج براحتنا ونرجع البيت براحتنا. اكون مرتاح لما اتجوز مثلا. لما انام اكتر عدد ممكن من الساعات عشان ما بنامش كتير. قبل كده كنت بنام 12 16، دلوقتي بقى 5 6 والموضوع صعب.